آلام الرقبة تعد من الحالات الشائعة التي تكثر الشكوى حولها عند مختلف الأعمار، فهي مزعجة وتسبب العديد من المشكلات. وهناك أسباب عدة تؤدي إلى ما يسمى بديسك الرقبة، الذي يؤثر بشكل كبير على أداء المهام والأنشطة اليومية، ويمكن التخلص منه بأكثر من طريقة، منها العلاج الفيزيائي. فمتى يمكن اللجوء للعلاج الفيزيائي، وما هي الحالات التي تستوجب الذهاب إلى الطبيب، وما هي أعراض ديسك الرقبة، وما أنواع العلاج الفيزيائي الذي يساعد على التخلص من هذه الآلام، آلام الرقبة وأيضا العلاج الفيزيائي، هو موضوع هذا اللقاء مع الأخصائي في العلاج الفيزيائي مجدي المصري هنا معنا في ديوان بلقيس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا رب يكون النهار بالصحة والعافية عليك وعلى كل من يتابعنا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بداية، زي ما تعرف يعني الكل اليوم يشتكي من آلام الرقبة، سواء كانوا كبار أو صغار، يعني وهي مشكلة شائعة. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة التي كلنا بنعاني منها؟ صحيح صحيح، الأسباب تختلف باختلاف درجة الإصابة ونوع الإصابة، وهي لا تقتصر فقط على الكبار أو الصغار، بل هي تصيب جميع الأعمار باختلاف نوع الإصابة ودرجتها وشدتها ومدى خطورتها. فمثلا الكبار ممكن أن يعانوا من مشاكل الرقبة نتيجة التقدم في السن. أيوه. يحدث تغيرات فسيولوجية بالجسم، في الفقرات بيصير تهتكات، ولكن كمان أيضا السبب الأكبر عند الشباب أيضا حاصل حاليا في ساعات الدوام الطويلة أثناء العمل المكتبي، فممكن يكون الإصابة على شكل تشنجات عضلية أو مشكلة بالفقرات مثل ما حضرتكم خبرتني بخصوص الديسك، كمان الانضغاط هذا نتيجة فترات وتراكمات، ليس فقط انه مثل ما بنحكي بالعاميه بيوم وليله تكون المشكله. أيوة. ولكن تراكمات نتيجه ساعات طويله من الدوام وعدم الحفاظ على وضعيات الرقبه بطريقه صحيحه اثناء الجلوس او اثناء حتى وضعيات النوم اللي ممكن تاثر على مشاكل الرقبه. سمية قالت واحنا نقدم هذه الفقره التليفون، يعني التليفون واحد أكيد من الاسباب. اكيد اكيد، واحد الاسباب استخدام التليفون بطريقه غير صحيحه، مثل انحناء الراس للامام واثناء الجلوس ايضا على العمل المكتبي، ما بيكون المكتب ملامس تماما لوضعية الرقبة الصحيحة، تكون قبال اللابتوب أو شيء، فهذا ممكن تسبب المشاكل أيضا. فعلا، خلينا نفهم أكثر إنه هذه الإصابات اللي تحصل متى تكون إصابة عابرة ومتى تكون يعني حاجة مستدامة، يعني عشان أنا أبدأ أعرف هل هي فقط شيء لأني مثلا نشوف بعض الأحيان نتيجة العمل على الكمبيوتر، أم إنها فعلا تصبح إصابة دائمة؟ كيف أفرق من خلال الأعراض؟ صحيح، من خلال الأعراض ممكن نفرق إذا كانت الإصابة من حيث الألم، إذا كان مستمر فهنا يستدعي إلى مراجعة الطبيب، هذا يبدو إنه في مشكلة لازم يكون كم مدة يعني كمل. ألم مستمر على مدار الساعة، على مدار اليوم، بالأسبوع، ولكن الألم ممكن يأتي ويذهب، يأتي ويذهب، هنا ممكن تكون مشكلة عابرة نتيجة وضعية خاطئة، نتيجة نعم. حمل أوزان ثقيلة للأرض بدون الحفاظ على وضعية الرقبة في وضعها الصحيح، نتيجة استخدام الهاتف، نتيجة النوم بطريقة خاطئة، هاي ممكن يوم يومين تختفي الألم، بكون المشكلة عابرة وليس مستدامة أو طويلة الأمد تحتاج لتدخل طبي. نعم. نسمع كثير عن ديسك الرقبة، ديسك الرقبة، فما هي أعراض ديسك الرقبة؟ نوضح للمشاهدين. صراحة ديسك الرقبة الأعراض تبعه مشابهة لأي مشكلة تانية بخصوص الديسك، لأنه في الديسك يكون موجود في الفقرات القطنية، الفقرات العجزية، ولكن الفقرات الرقبية شديد جدا بكون في مرحلة أنه بيأثر على الأعصاب الطرفية العلوية من ناحية تنميل وخذران. أيوة. يعني العرض الوحيد اللي أثبت لنا أنه عن جد في عندنا ديسك، انضغاط الفقرة ضغطة على العصب بكون امتد على الأطراف العلوية، فهذا أهم الأعراض، مع وجود ألم شديد مستمر، مع زغلل بالعيون، مع محدودية حركة، يعني في ألم خلال حركة الرأس، هذه كلها أعراض بخصوص أعراض الديسك. أنا شدني العرض اللي هو تنميل الخذران بالأطراف يعني العلوية، يعني الأيدي تكون تنمل خلال اليوم. صحيح، لأن الفقرات هنا كل فقرة يخرج منها زوج من العصب بغض الأطراف العلوية. أيوة. فحسب الفقرة اللي تأثرت بأثر على الطرف اللي مسؤول عنه هذا العصب اللي تأثر انضغط من الديسك. طب أنت مختص في مجال العلاج الفيزيائي، لو توضح للجمهور إيش هي الفوائد اللي نجنيها من هذا العلاج، ومتى نلجأ له أصلا، يعني ما هي الحالات اللي تستدعي لازم يكون في تدخل طبي؟ صحيح، العلاج الفيزيائي مهم جدا في مراحل الديسك الأولى في بداية المشكلة، من ناحية أنه بعد تشخيص الحالة من قبل طبيب العظام أيضا في البداية والاطلاع على صورة أشعة الرنين المغناطيسي حصرا، ومن ثم يقوم بالفحص السريري. أيوة. ومن ثم يقوم بتحويل لقسم العلاج الفيزيائي، وهنا يأتي بدورنا من ناحية استخدام التقنيات العلاج الفيزيائي بدون أي تدخل جراحي، بدون أدوية، علاج فيزيائي تقنيات طبيعية، نستخدم جهاز الشد مثلا أنه نبعد الفقرات عن بعض بحيث نتحرر العصب هذا اللي ضاغط وعمل الألم والتنميل والخذران.
أيوة. وهذا أهمية العلاج الفيزيائي. هو يكون قصير مدة العلاج تحتاج يعني يختلف. كيف تحددوا يعني مدة العلاج للمريض؟ يختلف من حالة لحالة أيضا حسب درجة الديسك بأي فقرات، إذا درجة واحدة أو درجة تانية. بصراحة إذا كانت درجة الأولى أو درجة تانية يعني يحتاج إلى من 6 إلى 10 جلسات تقريبا من العلاج الفيزيائي. إذا كانت مراحل متقدمة من الديسك فهذا صراحة للأسف يستدعي عمليات جراحية وما لنا دور فيه. طيب احيانا يقول لك يعني التدخل الطبي الى جانبه لازم تستمر في جلسات علاج فيزيائي، وانا اعرف اشخاص يعني جلسوا من سنه و8 و9 أشهر، هل هذا الشيء صحيح انه الى جانب العلاج الطبي لازم يكون هناك جلسات دوريه مستمره للعلاج الفيزيائي؟ صحيح صحيح، لا يعتمد العلاج فقط على مده الجلسه مثلا او الجلسات خلال اسبوع او خلال شهر او خلال شهرين، ولكن الالتزام ما بعد ذلك، الالتزام بالنصائح والارشادات والتوجيهات من قبل الأخصائي، بإعطاء التمارين، بتعليم النصائح والوضعيات الصحيحة أثناء النوم أو أثناء الجلوس لتفادي الإصابة ولتفادي رجوع المشكلة مرة أخرى. طيب خلينا نكون يعني تعطينا نصائح أستاذ مجدي للأشخاص اللي للأسف يضطروا أنهم يكون في جزء يعني يتشنجوا، يعني زي ما أقول لك أنا لما أغسل الصحون لمدة ساعتين والله ما أخلص وأنا حاسة أن رقبتي توجعني، الناس اللي بتشتغل في الكمبيوتر، السواقين معنا، كمان الأمهات المرضعات هذا كمان بيتعرضوا لألام في الرقبة، الناس اللي للأسف تستخدم الأجهزة بشكل خاطئ، يعني أشياء وأمثلة كثيرة. إيش هي الوضعية الصحيحة اللي على مدار ما أنا أقوم بهذا النشاط المعين أحافظ على صحة الرقبة؟ صحيح، صراحة مشاكل الرقبة كثير شائعة وكثير بيعانوا منها الأشخاص، وما بدهم يوصلوا للنقطة مثل ما حضرتك خبرتينا أنه بدي اتفادى مشكله الرقبه، ما بدي يصير عندي تشنجات تيبسات، ولكن هذا بيجي بدك تغير اللايف ستايل تبعك. ايوه تغيير اللايف ستايل هذا كثير مهم. انت لما تروح الوضعيات الصحيحه اليوم كل الناس عاملين كذا ما في رافع راسه في المواصلات اكيد مع انشغال الحياه وضغط الحياه ما هو معطي تركيزه، ما في اي اتنشن على وضعيه جسمه خاطئه. وانا واحد مرات يعني صرت نسرح بالشغل خلص بكون نازل هيك ما منتبه على يعني وضعيه رقبتك او ظهرك زي ما بيقولوا باب النجار مخلوع. الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب. ولكن الحفاظ على الوضعيات الصحيحه، اعطاء التمارين، قسط الراحه بين كل ساعه وساعه، تنتبه على وضعيه جسمك، تستخدم ارجونومك المكان تبعك، البيئه المحيطه فيك تكون تتكيف على وضعيه جسمك الصحيحه، التزامك بالكراسي، بالوسادات، وضعيه يعني نشتري الرقبة. كرسي صحي لو احنا موظفين مثلا أكيد او عندك أكيد مكتب اكيد وفي نعم. بكون وساده كمان بتحافظ على الكيرف الموجود هنا، بتحافظ على الاينمنت جسمك بشكل سليم. رقبتك تكون اللابتوب ممكن ترفع، المكتب اذا كان متحرك ممكن ترفع تخليه مقابل لنظرك، هذا كثير شغلات بتاثر انه تحافظ على وضعيه الرقبه بشكل صحيح. وخلال كمان لما تنزل تحمل اثقال، الناس تنزل بدون ما هي منتبهه، بتنزل تحمل اثقال وتطلع، لازم الرقبه وانت نازل تكون مرفوعه لفوق، لانه هذا برضه بسبب مشكله، بسبب الام، بسبب مشاكل ديسك. ايضا وضعيات النوم، لازم تتعلم وضعيات الصحيحه من شان التيبسات العضليه، بتصحى الصبح تحس انه في ستيفنس، في تيبس شديد جدا، بكون هذا من مشكله النوم بطريقه خاطئه او الوساده عاليه او منخفضه، فتعلم الوضعيات هذا بكون الامور ان شاء الله. على سيره النوم، احنا عندنا في اليمن اي حد عنده ديسك يقولوا له جيب لوح خشبي واستغنى عن السرير ونام في الارض باللوح الخشبي هذا، هل هذه معلومه صحيحه؟ طبيا يعني قريب من الى مجال من الصحه. أيوة. ولكن مو سليمه 100% لانه في وسادات حاليا هوائيه بتحافظ، الغرض الاساسي انه تحافظ على الالاينمنت، الاستقامه يعني. الاستقامه تبع جسمك تكون كامله، ما في اي كيرف خلال وانت نايم. أيوة. مشان جسمك برضه العمود الفقري رايح بمنحنى بدنا نحافظ عليه، فمرات بتكون وساده منخفضه، وساده الفرشات ممكن يكون عاليه منخفضه، فبتاثر على الكيرف تبع جسمك، فبتعمل المشاكل هاي بالفقرات والعضلات. أيوة. طيب بالنسبه للاشخاص اللي الان يقوموا بالعلاج الفيزيائي عشان يحافظوا على النتائج، ايش ممكن تقدم لهم نصائح بحيث انه يعني يحافظوا على نتيجه العلاج؟ اهم نصيحه انا بقدمها للمرضى تبعوني صراحه انه التزم بمواعيد الجلسات، التزم بالتمارين اللي اعطاك اياهم الاخصائي، لانه انت ما تعتمد فقط على مده الجلسه ام ساعه ويذهب الاخصائي وانت ترجع تمارس عملك بشكل طبيعي وتنسى التمارين ويعني ما تنتبه للعلاج تبعك بشكل عام، فلازم تلتزم بمواعيد الجلسات والتمارين المعطاه من قبل الاخصائي والنصائح الارشادات بالوضعيات الصحيحه من شان تزيد سرعة النمو والاستشفاء والعلاج وما تدهور الحالة وتحصل على استفادة في أقصر وقت ممكن. طيب يعني بالنسبة هذا للعلاج الفيزيائي، بالنسبة هناك مثلا هل هناك
تمارين خفيفة نقدر نعملها نحن في البيت يعني وتنفعنا، بحيث انه ما يكونش في ضغط على الرقبة، وخاصة للأشخاص الذي بيشتغلوا عمل مكتبي ويجلسوا 8 ساعات فوق الكرسي، أو أحيانا يغسلوا الصحون لمدة ساعتين. جيب لنا نصيحة للأسف، لأنه الأمهات والله يجلسوا، أنا متعاطفة معهم يعني طبعاً العائلات الكبيرة هذا يقضي وقت طويل داخل المطبخ. صحيح تمام. التمارين ممكن نعطيهم اياها، التمارين تكون مكتوبه، تكون أيوة. مشروحه بعدد التكرار ريبيتيشن كام كل تمرين لتمرين، ويكون موجود ايضا مرفق بصور للطريقه الصحيحه، لانه شايفين حاليا ندعم اللي هو عن بعد، في اشخاص ما قادرين يذهبوا كل يوم او يتابعوا بشكل دوري مع انشغال وضغط الحياه، ممكن احنا نجهز كتالوج كامل بضغط التمارين حسب الحالات للامهات، للاشخاص اللي بيشتغلوا دوام مكتبي، للاشخاص اللي بالمطبخ بيشتغلوا، كيف الوضعيات الصحيحه بتكون كاملة بشرح وافي بالتفاصيل، وبنتبع معهم بشكل دوري كمان في حال وجود أي استفسارات، ونوصل لنتيجة الحمد لله تكون مرجوة وصحيحة إن شاء الله يا رب. وشكرا على كل النصائح اللي قدمتها للجمهور، فعلا يمكن هي طريقة التعامل مع الأجسام، أنا يمكن اليوم مع اللايف ستايل زي ما ذكرت هي اللي تسبب لنا يعني صحيح. تراكمات، وإحنا الآن شباب لازم نركز على هذا الجانب صحيح. لأنه أنا أشوف حتى ما شاء الله يعني مش ما شاء الله يعني للأسف في دراسات الآن رعبتني إنه في تحدب كبير في الجيل الجديد على أيام الشباب زمان. اكثر اصابه حاليا نسبه الدراسات طبيعه العمل المكتبي صراحه أيوة. المهنه يعني المكتبيه كثير صعبه، وساعات عدد ساعات الدوام طويله، فالكثير بيعاني مشكلة الرقبه وظهر واكثر من مشكله. على قولة الفيديو اللي انتشر آية الركب آية المفاصل، هذه بدل ما يقولوها كبار السن صار الجيل الجديد يقول، يعني للاسف اللي عادوا في مقتبل العمر. يعطينا الصحه والعافيه، ويعطيك كل الصحه والعافيه احنا والمشاهدين، ويبعد عنا كل الامراض يا رب. الاخصائي في العلاج الفيزيائي مجدي المصري نورتنا، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.